مساكم الله بالخير، يعطيكم الصحة العافية. أمس يا طويل العمر والسلامة كنا جالسين على البحر، كان يوم عادي، أخذت كتابي من هنا وطلعت برا، أخذت فطور رحت البحر، جلست أفطر. المهم حنا جالسين نفطر إلا تعدت من عندنا طيران شراعي، قلنا خلينا نروح نجربه. أصلا ما كنت مستعد نهائيا، ولا معي لا كاميرا ولا أي حاجة، والتصوير كان من جوال. اعذروني على جودة التصوير بالجوال، لكن أتمنى لكم مشاهدة سعيدة. خليكم مع المقطع حماس. صباح الخير، اليوم يوم غير، راح نجرب طيران.
تجربة كانت مرة ممتازة خطيرة، يعني إن شاء الله راح أعيدها وأكثر من مرة كمان. التجربة كانت صراحة روعة، أكيد راح أجربها مرة ثانية، وإن شاء الله راح أجيب الكاميرا معاي أصور حلو. بس المقطع حماس، شوفوا.